ضياء سدد كرة ضياء السبع، الكرة بتعود من جديد، الله 1-0، العميد يسجل هدف في المباراة الأول، ضياء السبع قد يعود ليشاهد هذه اللقطة من جديد، هل كان هناك لمسة يد على ضياء في المرة الأولى؟ وفي المناسبة الثانية في المرة الثانية يسجل في مرمى الإمارات هدف في المباراة الأول، هذه المرة الأولى، وفي المرة الثانية ربما كان هناك لمسة يد على ضياء، كان يحاول طبعا أن يتجنب لمس الكرة ويضع الكرة بهذا الشكل في المرمى، حكم المباراة يشير على وجود هدف لكنه قد يعود انطلق فيها مينديز، السرعة مطلوبة يا مينديز، مينديز للأمام، شوف التحرك من ويسلي في أول لمسة، ويسلي براغا شوف الخطأ، الهدف الثاني، ضياء السبع تخطئ تدفع الثمن، لا تخطئ أمام ضياء السبع، هدف ثاني للنصر للعميد، العميد يسجل هدف الثالث، تعرض للإصابة بعد أن حاول إبعاد الكرة قبل أن تصل إلى المرمى، شوف تحرك من جانب ويسلي براغا، لمسة من مينديز، الكرة كانت سهلة، سهلة كانت الكرة سهلة، الكرة كانت سهلة بعدها أحمد محمود، لكن الكرة بتصطد بسلطان السويدي، والمتابعة طبعا تحسب لضياء السبع، المتابعة في اللقطة الماضية مسجلا هدفا ثانيا للنصر في توقيت جدا مهم، في توقيت جدا مهم، الهدف الثاني في الهاتريك 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 جول، الهاتريك ضياء السبع يسجل الهاتريك، مش ممكن مش ممكن، الهاتريك يسجل ضياء السبع بذكريات طبعا كوتشولابا، بذكريات كوتشولابا هذا الموسم، ضياء يسجل الهاتريك الهاتريك الهاتريك، إمارات كرة وصلت بهذا الشكل، شوف التفاهم التناغم الكبير بين التوزي وضياء في هذه اللقطة التي تثمر عن هدف ثالث وهاتريك لضياء السبع نجم المباراة. من حضور باهت في الشوط الأول لشكل مختلف في الشوط الثاني بالنسبة لضياء السبع. وصلت إلى ويسلي، ويسلي والعرضية خطيرة خطيرة، الله مينديز لنادي الإمارات طبعا يضع يديه فوق رأسه غير راضي على هذه النتيجة الثقيلة التي تحضر طبعا في الأسبوع الثامن عشر، كما حضرت في الأسبوع الخامس في لقاء الذهاب هناك في ملعب رأس الخيمة، في استاد رأس الخيمة.